حتى في جودة المنتج اللي طالع. الجدارة لا تتحقق إلا بالقدرة، والقدرة لا تتحقق إلا بالإصلاح الحقيقي. عايزين دولة عظيمة؟ الدولة العظيمة ما بتجيش كده. التردد في إنك أنت تاخد القرار السليم، أنا في تقديري ده خيانة في حق الوطن، خيانة في حق الوطن. حتمية القرار عشان جدارة الدولة المصرية وقدرة الدولة المصرية، لم يكن ولن يكون أن يتحقق لها الجدارة اللي بتكلم عليها دي إلا بأن احنا نحل بشكل حاسم مشاكلنا، بشكل حاسم مشاكلنا عشان نطلع لقدام، عشان تسيبوا لأولادكم وأحفادكم دولة حقيقية مش حاجة تانية. ولو رجعت الأمور مرة تانية لم يكن لدينا خيار سوى اتخاذ هذا القرار. استحملوا معنا شوي، استحملوا معنا شوي.